حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن حسين وابن أبي السفر عن الشعبي عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال سليمان عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد، تابعه مسدد عن هشيم عن حسين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد.